السلام عليكم سيداتي وسادتي في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو سيكون ريفيو حول كارت سون فيويت. هذه الكارت سون التي تأتي هكذا، تأتي كارت سون ومع ميكروفون، كارت سون زائد ميكروفون. وكيف تشتغل هذه الكارت سون؟ في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح كيفية استخدام الفيويت وما هي الفيويت وهل هي فعلا جيدة بالنسبة للمبتدئين. فهذا كله ستجده في هذا الفيديو. فقبل أن أبدأ هذا الفيديو المرجو منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وترك تعليق كيفما كان نوعه. إذن على بركة الله نبدأ في هذا الشرح لكي لا أطيل عليكم. أولاً كيف تأتي هذه الكارت سون فيويت. هذه هي الكارت سون فيويت التي أشتغل بها الآن. سوف أشرح لكم ما دور هذه الأزرار كاملة وما دور هذه الأماكن لوضع أي سماعات أو شارج أو كل شيء سأوضح لكم الآن في هذا الفيديو. إذن أول شيء أبدأ كيف تأتي الكارت سون فيويت وما الذي يأتي وكيف هما المستلزمات التي تأتي معه. إذن الكارت سون فيويت تأتي مع ميكروفون الذي هو هذا الذي أسجل به الآن، ميكروفون زائد حامل الميكروفون الذي هو هذا، هذا هو الحامل الذي يأتي معه، تضعه على طاولة أو على أي شيء لكي وتضع الميكروفون هنا ثم تقوم بتسجيل الفيديو. يأتي مع هذا حامل الميكروفون. ثانيا يأتي مع كيبل، يأتي معها اثنان كيبل مثل هذا، وهذا الكابل يصلح لكي تسجل به إما على الهاتف أو على الحاسوب. ويأتي مع كيبل آخر هو كيبل للشحن، لأن هذه الفيويت تشحن، فيها بطارية تشحن وتستخدم. ويأتي مع سماعات ذو جودة جيدة. إذن على بركة الله أبدأ معكم كيف تقومون بتشغيل الفيويت. أولا لكي تشغل الفيويت يجب عليك الضغط هنا في هذا المكان لمدة 3 ثواني لكي تشتغل معك الفيويت. ثانيا هناك أماكن لوضع السماعات ووضع الميكروفون. سأبدأ معكم بشرح مكان بمكان. إذن هذه هي الفيويت. هنا يكون مكان الميكروفون الكبير الذي يكون في الأعراس أو الحفلات، الميكروفون المعروف إن هنا. هنا تقوم بوضع الميكروفون التي تستخدمه الآن، إما مثل هذا الميكروفون أو ميكروفون آخر. وهنا تضع هنا المكان الذي هو هنا، يمكنك وضع السماعات وفي هذا المكان يمكنك وضع سماعات كبيرة مثل هذه، أو يمكنك وضع مكبر الصوت لكي تسمع صوتك مباشرة. فأنا الآن عندما أتكلم في الميكروفون أسمع صوتي مباشرة على هذه السماعات الكبيرة. وفي هذه الأماكن التي تشبه مكان شارج لهاتف سامسونج هما يتشابهان أربع أمكنة. المكان الأول الذي هو متصل بالهاتف الذي أسجل منه الآن، هذا مكان لكي تسجل عبر الهاتف أو تسجل عبر الحاسوب لكي تسجل الكلام. والمكان الثاني هو أيضا لكي تسجل به لكي عبر الحاسوب أو الهاتف. هناك مكانان. إذا أردت أن تسجل في الحاسوب أو الهاتف في وقت واحد فهذا المكان وهذا المكان الذي مكتوب فيه هو ليف 1 وليف 2، فهما للتسجيل الصوت. وهذا المكان هنا لكي تضع أي موسيقى، يعني لديك هاتف وتريد أن تدخل الموسيقى مع صوتك الذي تتكلم، مثلا أن تريد أن تسجل أغنية وتدخل انسترومنتال، يعني في هذا المكان تضع هذا الكيبل. هذا الكيبل هذا كما تشاهدون الذي لديه الرأس الأول كشارج سامسونج والرأس الثاني كالسماعات، تضعه هنا وتضع مكان السماعات في الهاتف لكي تضع الموسيقى، وسأجرب معكم هذا فيما بعد. وهذا المكان الأخير هو للشارج،
يعني إذا أردت أن تشحن هذا إذا أردت شحن الفيويت، لأن الفيويت تشحن لديها بطارية صغيرة بداخلها وهي تشحن، تشحنها قبل استعمالها أو تستعملها مباشرة مع الشاحن. إذن كما شرحت لكم أعيد مرة لمرة الثانية، المكان الأول والثاني هم لتسجيل الصوت الذي تتكلم عبر الميكروفون، وهذا المكان الثاني هو لإدخال الموسيقى من الهاتف أو من الحاسوب، والمكان الرابع هو لشحن الفيويت، والمكان الخامس هو لوضع السماعات أو مكبر الصوت، والمكان السادس هو لوضع السماعات الصغيرة التي تأتي مع الفيويت التي هي هذه سماعات عادية سماعات الأذن، والمكان السابع هو للميكروفون، والمكان الثامن هو للميكروفون الكبير. والآن سوف أشرح لكم ما هي هذه الأزرار، الأزرار التي هنا في هذه الكارت سون فيويت. إذن أبدأ معكم بهذا وهو الذي مكتوب عليه مايك وميني وماكس، يعني المينيموم والماكسيموم ديال المايك ديال الميكروفون كم الذي أسجل به الآن. إذا حاولت أن أنقص سوف أنقص صوتي الذي أتكلم به، كما شاهدتم الصوت يقوم بالانخفاض، وهذه الثانية هي لصدى الصوت الإيكو، مكتوبة فيها إيكو مينيموم ماكسيموم، هي صدى الصوت كما تشاهدون الآن. سأقوم بزيادة صدى الصوت كما تشاهدون، لقد الآن أصبح لدي صدى الصوت لصوتي، وإذا الآن انخفض الصوت. الآن هذه الأزرار التي هذه التي تشاهدون هنا، هذه تريبل يعني صوتك يعاد مرة أو ثلاث مرات، وهذا الباس يعني صوتك يصبح غليظا أو رقيقا. صوتي الآن يصبح عاديا كأنني أسجل من الهاتف أو من السماعات العادية، وعندما الآن لقد اشتعل معي الصوت الغليظ الذي استعمله الآن. هذا ريكوردر، هذا الريكورد هو لكي تسجل الصوت على الهاتف، لكي تسمع الصوت على الهاتف، وهذه معلومة يجب عليكم أن تقوموا بتفعيلها. أول شيء تشتري هذه الكارت فيويت، وحين تقوم بتشغيلها تقوم بزيادة الريكورد إذا أردت أن تسجل، فإذا كان الريكورد منخفضا لن يقوم بتسجيل. إذن كنت أتكلم ولا تسمعون صوتي، وهذا صوت الموسيقى الذي هو مكانه كما قلت لكم هنا، عندما تضيف الموسيقى تقوم بالتحكم بها بالانخفاض الصوت أو ارتفاعي من هنا. وهذا الذي مكتوب في مونيتور هو هذا الذي نسمعه الآن، الصوت ينخفض ويزداد. هذه الأزرار المتواجدة هنا هي لتغيير صوتك كما تشاهدون الآن صوتي سوف يتغير، اسمع. الآن صوتي أصبح رقيقا، وعندما أضغط للمرة الثانية صوتي أصبح غليظا، وعندما أضغط للمرة التالية الآن صوتي أصبح رقيق جدا، وعندما أعاود وعندما أضغط للمرة التالية صوتي يصبح غليظا جدا، وعندما أضغط للمرة التالية صوت يرجع كما هو. إذن هذه لتغيير الصوت، فهذه الأزرار الحمراء كلها لتغيير الصوت كما شاهدتم الآن. وهذه الأزرار التي هي في الأسفل التي هي باللون الأسود فهي لزيادة المؤثرات كما تشاهدون، هذا الصوت الأول المؤثر الأول، هنا لدينا صوت تصفيق، وهنا لدينا صوت هذه البجعة أو ما شابه، وهنا لدينا صوت رشاش، وهنا لدينا صوت الجمهور، وإلى آخر هذه الأصوات السوداء كاملة لإضافة المؤثرات. وهذه الأزرار الحمراء لتغيير الصوت، وهذه للتحكم بدرجات الصوت، وهذه للتحكم بالإيكو بصدى الصوت، وهذه للتحكم بانخفاض أو ارتفاع الصوت. الآن سوف أجرب معكم هذه الخاصية التي أخبرتكم بها اللي هي إضافة صوت إلى المونيتور. إذن هذه هي الخاصية
التي أخبرتكم بها هي إضافة صوت إلى الفيويت، وأريد أن أشتغل بها على الفيويت. إذن كما تشاهدون لقد أضفت الصوت. أستطيع زيادة صوت النقصانه من الهاتف كما تشاهدون. هذه الخاصية تستعمل إذا أردت أن تسجل مثلا أغنية، تضع الأنسترومنتال على الهاتف وتقوم بالغناء معه مباشرة. إلى هنا أصدقائي أتينا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب، وإذا كان لك سؤالا أو رأيا ما يمكنك وضعه في الكومنتات. فلا تنسوا الاشتراك بالقناة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة. وإذا نسيتم سوف أقطعكم إربا إربا. إلى اللقاء.